أعلن وزير التربية والتعليم الفني رضا حجازي عن نتيجة الدبلومات الفنية بنظام 3 سنوات وأيضا 5 سنوات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام حوالي 739,170 طالبا وطالبة، حضر منهم أكثر من 99%، كما وصلت نسبة النجاح إلى أكثر من 64%، ويختلف توزيع درجات مواد طلاب شهادة الدبلومات الفنية وفقا للنظام الدراسي، فمجموع درجات نظام 3 سنوات يصل إلى 450 درجة، أما مجموع نظام 5 سنوات في الدبلومات الفنية فيصل إلى 580 درجة. نظام جديد اسمه نظام الجدارات، انا تخصص فني سكرتير، تمام. انا اخترته لان هو كان فيه حاجات كتيره عملي، اللي هو فيه حاجات بتطبقيها عملي اكتر من نظري، فهي حاجات حلوه اللي هو انت بتعمل حاجات عملي اكتر من نظري، والحاجات كانوا موفرها لنا اللي هو احنا بنعملهم عملي عادي في المدرسه وكده، فهي كانت حاجه حلوه وانا فرحانه بصراحه، لان احساس حلو قوي اللي انا اتكرمت وكده وشرفت بلدي وكده. احساس جميل جدا وفوق الروعه بشويه. حابه ان شاء الله اكون مهندسه في التخصص اللي انا فيه، فني تركيبات كهربيه. حابه اكون مهندسه كهرباء واشتغل في ان شاء الله في اكتر من موقع باذن الله. هو مبدئيا الطبخ كان حاجه بحبها جدا وانا صغيره، فالمدرسه كانت اكتر يعني اكتر حاجه مفيده، ان انت برضو بتدرس المواد اللي هي بتستفاد بيها، مش بتدرس مواد وخلاص. دخلت البديل التعليم الفني، دخلت مدرسه الزراعه عندهم 5 سنوات، والحمد لله ربنا اراد ان انا اكمل كليه الزراعه ان شاء الله. طبعا كليه الزراعه ان شاء الله، واتخصص بقى في مجال التصنيع الغذائي، ونفسي اخش في مجال البحث العلمي واطور في مجال التصنيع الغذائي. والله كل حاجه من عند ربنا، وهو بيحطنا في المكان الكويس، والحمد لله والله العظيم مبسوطه جدا وفرحانه ما تتوصفش، فرحه اهلي بيا ومدرسين وكل حاجه، ويعني والله فرحه ما تتوصفش الحمد لله. انا طول عمري بحب الساينس او بحب العلوم، والمدرسه بتدرس العلوم باللغه الانجليزيه على زي ما انا كنت بدرس قبل كده، فحبيت الموضوع اكتر، وكنت حابه ان انا اطلع كريسيرشر او كباحث، وحسيت ان المدرسه هتديني الكم العلمي اللي انا محتاجاه عشان اطلع بالحلم اللي انا بحلمه يعني.